münhasır ekonomik bölgelerde, blokların içerisinde. Biz bize ayrılmış olan yerlerde aramalarımızı devam ettiriyoruz, devam ettireceğiz. It's about the violations of the international law and the treaty for this year, the law, by the invasion actually of Turkey in our own exclusive economic zone. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının içinde olmadığı hiçbir anlaşmanın geçerliliği yoktur. Hayata da geçemez. في التاسع من فبراير شباط عام 2018، وحيث تتلاطم أمواج الشرق المتوسط بالتوترات، خمس بوارج حربية تركية تجري مناورات بحرية. اعترضت سفينة تنقيب تابعة لعملاق الطاقة إينل الإيطالية بالقرب من الساحل، كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز في مياه جمهورية شمال قبرص التركية، على بعد نحو 250 كيلومترا من أهم اكتشاف لأكبر حقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط خلال العقد الماضي، التي حولت المنطقة إلى وجهة تستهدفها سفن التنقيب وكبريات شركات الطاقة، حيث مئات المليارات من الدولارات بالانتظار. في منطقة يقدر كامل مخزونها من الغاز ب 3.5 تريليون متر مكعب، تتقاطع ثروة الغاز مع حدود بحرية من بينها ما هو متنازع عليه، لتفجر نزاعات سياسية خامدة. توجهت بعض الدول المعنية لعقد اتفاقات لإعادة ترسيم الحدود بينها للتنقيب عن الغاز من دون تضمين دول أخرى في الإقليم. فهنا نزاع على الشريط الفاصل بين المياه اللبنانية والإسرائيلية، وتطفو المعضلة القبرصية على السطح من جديد. قبرص المقسمة إلى شطرين منذ عام 1974 بين قبرص اليونانية وشمال قبرص التركية، بعد انقلاب فاشل نفذه القبارصة اليونانيون في العام نفسه بهدف ضم الجزيرة إلى اليونان، وعليه تدخلت تركيا عسكرياً لحفظ الاستقرار في الجزيرة باعتبارها دولة ضامنة للاستقرار السياسي القبرصي بموجب اتفاقية دولية وقعت عام 1960. تركيا جمهوريتي Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde adada bir garantördür ve bu garantör hakkını dün olduğu gibi bugün de en etkin şekilde kullanacaktır. ولترسيم حدودها البحرية قررت قبرص اليونانية التوجه من جانب أحادي لإبرام اتفاقات مع مصر ولبنان وإسرائيل، بموجبها اعتبرت كامل المجال البحري المحيط بجزيرة قبرص منطقتها الاقتصادية الخالصة، ما يمكنها من التنقيب والاستكشاف فيها. لكنها واجهت مشكلات مع تركيا لتدخلها مع منطقتها الاقتصادية الخالصة. كيف ذلك؟ بالنسبة إلى تركيا فإنها تعتبر هذا الجزء هو منطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث لها كل الحق في القيام بالتنقيب واستخراج الثروات. أما هذه فتدخل ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص التركية، التي منحت حكومتها تراخيص لشركات النفط التركية للتنقيب فيها. وعليه أطلقت تركيا سفنها للتنقيب في كل من منطقتها الاقتصادية ومنطقة قبرص التركية. تركيا لا تعترف بالحدود البحرية لقبرص اليونانية، لكن الأخيرة منحت تراخيص من جانب أحادي لخمس شركات نفطية للتنقيب بعد تخليها عن مفاوضات السلام مع قبرص التركية، ومنها القطاع رقم 3 الواقع ضمن منطقة قبرص التركية، حيث توجهت سفينة إينل الإيطالية واعترضتها هناك البحرية التركية. Bildiğiniz gibi 1960 anlaşmaların en önemli noktası Türkiye'mizin garanti ülke olarak tek taraflı müdahale hakkıydı. Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmeleri gerektiğinde her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyoruz. حوض شرق المتوسط
حيث تحتد المنافسة بحثاً عن الغاز الكامن تحت مياهه. رائحته قد تتسبب في إشعال مواجهة في أي لحظة.